السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف الصفحة 37 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. نواصل مع درس الجمع في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. وصلنا للحصة الرابعة، أقوم تعلماتي. تمرين 10 يقول: أنجزت أيورو العمليات التالية، أحدد الخطأ الذي ارتكبته في كل عملية وأعيد إنجازها. نشوف العملية الأولى، 9 + 5 = 14، نكتب 4 ونحتفظ بواحد. 0 + 9 = 9 والاحتفاظ 10. إذا هنا خطأ في هذا، ماشي في الحساب، هذا خطأ في إغفال الاحتفاظ. إذا نحسبوها، نعاود العملية. 2690 زائد 1495. نديروا العملية، 9 + 5 = 14، نكتبوا 4 ونحتفظوا بواحد. 0 + 9 = 9 والاحتفاظ 10. هنا فين غلطت؟ نكتبوا 0 ونحتفظوا بواحد. 6 + 4 = 10 والواحد 11، نكتبوا 1 ونحتفظوا بواحد. 2 + 1 = 3 والاحتفاظ 4. إذا الخارج هو 4104، وهنا ماشي خطأ في الحساب وإنما إغفال الاحتفاظ نساته. هنا نشوف العملية الثانية، نشوف فين المشكل. 5 + 5 = 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 9 + 0 = 9 والاحتفاظ 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 4 + 5 = 9 نحتفظ بواحد. 4 + 5 = 9 والاحتفاظ 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 3 + الاحتفاظ 4. هذه العملية صحيحة ماشي خطأ. هنا شوف الوضع ديالها كي داير، هنا خطأ في الوضع، هذه راه خطأ في الوضع بحال دابا. إذا هذه خطأ في الوضع، هذا إغفال الاحتفاظ هنايا. واضح؟ إذا دابا نكتبوها، شنو عندنا هنايا؟ نصاوب هذه العملية، 673 + 84، 673 + 84، 3 + 4 = 7، 7 + 8 = 15، نكتبوا 5 ونحتفظ بواحد، 6 + الاحتفاظ 7، إذا 757. واضح؟ نمر الآن التمرين رقم 11، نشوف شنو مطلوب منا في هذا التمرين هذا. قال لك: قطع سائق شاحنة 2907 كيلومترا في النصف الأول من الشهر و 3865 كيلومترا في النصف الثاني. يعني هاد مول الكاميو دوز سافر في ذاك النص ديال الشهر، يعني من 1 ل 15 في الشهر، دار شحال من كيلومتر؟ 2907. وفي النص الثاني يعني من 15 ل 30 دار 3800. قالك ما هي المسافة التي قطعها السائق في هذا الشهر؟ إذا نجمعوا هذه اللي قطع في النص الأول وهذه اللي قطع في النص الثاني. إذا 2907 + 3865، المجموع ديالها 5 + 7 = 12، نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 0 + 6 = 6 والاحتفاظ 7. 9 + 8 = 17، نكتب 7 ونحتفظ بواحد. 2 + 3 = 5 والاحتفاظ 6. إذا المسافة التي قطعها السائق، المسافة التي قطعها في هذا الشهر هي 6772 كيلومتر. واضح؟ نمر الآن التمرين رقم 12، نشوف شنو مطلوب. قال لك: باع حائك بسوق بزو قطعتي. شنو هو حائك؟ هو داك اللي كيصاوب الزرابي ولا كيصاوب موكيطات ولا هذا. بسوق بزو قطعتي قماش رفيعتين، جوج القطع ديال القماش رفيعتين، تورولو الاول ورولو الثاني. احداهما بثمن 4095 والاخرى بثمن 5175 درهم، كم دفع الزبون؟ شي واحد جا شرا من هذا الحائك، هذا اللي كيصاوب الزرابي، شرا منه جوج زربيات، وحده بهذا الثمن وحده بهذا الثمن. اذا شحال خلص؟ احدد العمليه. اذا شحال خلص هذا؟ العمليه هي عمليه الجمع،
وأضع العملية وأنجزها. أحدد العملية هي عملية الجمع. أضع العملية وأنجزها، نوضع العملية هي 4095 زائد 5175. شحال كتساوي؟ 5 زائد 5 10 نكتبو 7 ارتبطو بواحد، 9 زائد 7 16 هو الاحتفاظ 17 نكتبو 7 ارتبطو بواحد، 0 زائد 1 واحد هو الاحتفاظ 2، 4 زائد 5 9، إذا المجموع هو 9270 درهم اللي خلص الزبون، دفعها الزبون يعني الكليان. شحال عطاه؟ عطاه 9270 درهم. نمر الآن للتمرين رقم 13، نشوف المطلوب. التمرين رقم 13 يقول أنجز، يعني قالك نخرج ثم أرتب المجامع تنازليا. من كمل هاد عملية الجمع أرتبهم من الأكبر إلى الأصغر، يعني قالك تنازليا ماشي تصاعديا، يعني عنزلو إذا من الأكبر الأصغر. 4 زائد 9 تساوي 13 زائد 8 13 زائد 8 هي 21، نكتب 1 ونحتفظ ب 2. 7 زائد 5 شحال؟ 12 و 8 20 والاحتفاظ 2 هي 22، نكتب 2 ونحتفظ ب 2. 8 زائد 7 15 و 2 ديال الاحتفاظ هي 87 15 و 2 ديال الاحتفاظ 17، نكتب 7 ونحتفظ ب 1. 6 زائد لا شيء 6 والاحتفاظ 7، إذا هي 7721. نمر للعملية الموالية، 5 زائد 9 14 زائد 9 23، نكتب 3 ونحتفظ ب 2. 5 زائد 8 13 وال 2 15، نكتب 5 ونحتفظ ب 1. 4 زائد لا شيء 4 والاحتفاظ 5، إذا هي 553. نمر للعملية الموالية، 6 زائد 5 11 و 4 15، نكتب 5 نحتفظ ب 1. 7 زائد 6 13 و 8 13 8 21 و 1 الاحتفاظ 22، نكتب 2 ونحتفظ ب 2. 8 زائد 0 8 والاحتفاظ 10، نكتب 0 ونحتفظ ب 1. 2 زائد لا شيء 2 والاحتفاظ 3. دابا في المقارنه، دابا حنا بغينا نديرو تنازل، اذا خصنا نقارنو، نحسبو اول حاجه نحسبو عدد الارقام ديال كل عدد، 1 2 3 4 4 1 2 3، اذا هذا صغر من هذا، 1 2 3 4، اذا فين هو الكبار؟ اما هذا اما هذا. غنبداو نقارنو من اليسار، هنا عنده 3 في الاناف، هنا عنده 7، اذا الكبير فيهم هو هذا. نبداو بهذا 7721، ونديرو الرمز ديال اكبر باش نبداو نديرو تنازليا، واضح؟ نجي موراها، شنو كاين موراها؟ كاين هادي 3025، وهذا هو الصغير لأن أصلا عنده غي ثلاثة ديال الأرقام، 553، واضح؟ نمرو الآن للتمرين رقم 14. التمرين 14 يقول أتأكد من المتساويات التالية بإجراء العمليات في دفتري، نتأكد من هادو مندير العمليات في الدفتر ديالي، نشوفو هادي ونشوفو هادي ونشوفو واش كيساويو بعضياتهم ولا لا، واش نعم ولا لا. هنا نبداو ب 3000 3458 زائد 942 زائد 942، لاحظتو بأنني درت المئة تحت المئة ماشي درت التسعة هنايا، 8 و 2 10 نكتبو 0 نحتفظ ب 1، 5 و 4 9 والاحتفاظ 10 نكتب 0 ونحتفظ ب 1، 4 و 9 13 والاحتفاظ 14 نكتب 4 ونحتفظ ب 1، 3 زائد لا شيء 3 نزيدو عليها الاحتفاظ 4 هي 4400. لاحظتوا معايا 4400؟ نشوفوا العملية الأخرى، 3458 زائد شنو؟ زائد 42 عفوا، 8 و 2 10 نكتب 0 نحتفظ ب 1، 5 و 4 9 والاحتفاظ 10 نكتب 0 نحتفظ ب 1، 4 و 9 13 و 1 14 نكتب 4 ونحتفظ ب 1، 3 والاحتفاظ 4، 4400 هذه بحال هذه، إذا نعم هذه المتساوية صحيحة، نعم. هنا نشوفوا العملية الموالية، قال لك 5807 زائد
لاحظوا معايا 5807 5807 نزيدوا عليها 1193 1193 7 زائد 3 10 نكتبوا 0 نحتفظوا بواحد 0 زائد 9 10 والاحتفاظ 0 زائد 9 9 والاحتفاظ 10 نكتبوا 0 نحتفظوا بواحد 8 زائد 1 9 والاحتفاظ 10 نكتبوا 0 نحتفظوا بواحد 5 زائد 1 6 والاحتفاظ 7 إذا المجموع هو 7000 نشوفوا العملية الموالية 6104 6104 زائد 897 897 شوفوا شحال تساوي لنا 4 زائد 7 11 نكتب واحد نحتفظ بواحد 0 زائد 9 9 الاحتفاظ 10 نكتب 0 نحتفظ بواحد 1 زائد 8 9 والواحد 10 نكتب 0 نحتفظ بواحد 6 زائد 1 7 إذن هذه ما كيساويوش بعضياتهم لأن هذه 7000 واحد وهذه 7000 إذن هذه متساوية مش صحيحة واضح؟ الآن نمر للتمرين الأخير وهو التمرين 15 التمرين رقم 15 يقول ألاحظ الرموز التي اختارتها كيتا هاد كيتا اختارت واحد مجموعة من الرموز هاد الأقراص وهاد المربعات والنجوم والمثلثات قالت لك اختارتها باش تعوض بها الارقام ودارتها مخبيها باش العمليه ما يعرفهاش شي واحد عمليه سريه هذه ثم انجز عمليه الجمع المطلوبه في الدفتر نشوفوا بحال كتشوف المفتاح ديالها هنا مربع ازرق شحال كيساوي 3 نعوضوا ب 3 باش نقدر ندير العمليه هنا النجمه شحال كتساوي 9 اذا ندير 9 هنا كتلاحظوا هنا المربع الاصفر شحال كيساوي كيساوي 5 نكتب 5 فيه هنا القرص الأزرق شحال كيساوي كيساوي واحد نشوفو دابا المثلث الوردي 8 المربع الأصفر قلنا هو 5 وهذه النجمة 9 الخارج ديالهم راهم مخرج راسهم هنا النجمة 9 المثلث 6 هنا القرص اللي هنايا 0 المربع 5 نكملوا عاد نشوفوا شنو عندنا المربع 4 القرص الوردي 0 المثلث الازرق 6 عندنا المربع الوردي 4 ثم النجمه 9 القرص الأصفر 2 المربع الأزرق 3 المثلث الأصفر 7 المثلث الوردي 8 النجمة 9 المثلث الوردي 8 المربع الوردي 4 دابا نخرجوا هذه العملية عندنا 4604 زائد 1593 4604 زائد ها هي 1593 اللي في المجموع ديال 4 زائد 3 7 0 زائد 9 9 6 زائد 5 11 نكتب 1 نحتفظ بواحد 4 زائد 1 5 والاحتفاظ 6 اذا الخارج هو 6197 اذا تساوي هنا ندير تساوي 6197 واضح نشوفوا العمليه المواليه 7329 7329 زائد 958 زائد 958 جمعوا 9 زائد 8 17 نكتب 7 نحتفظ بواحد 2 زائد 5 7 والواحد 8 3 زائد 9 12 نكتب 2 نحتفظ بواحد 7 زائد 1 8 8287 هو الخارج 8000 تساوي 8287 شوفوا العملية الأخيرة 4898 4898 نزيدوا عليها 506 506 8 زائد 6 14 نكتب 4 نحتفظ بواحد 9 زائد الاحتفاظ 10 نكتب 0 نحتفظ بواحد 8 و 5
13 والاحتفاظ 14 نكتب 4 واحتفظ بواحد 4 والاحتفاظ هي 5 إذا المجموعة 5404 تساوي 5404 هادو هما العمليات ديالنا بثلاثة وهكا كملنا التمارين ديال صفحة 37 إلى 3